السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا تعديل جديد لكاريس اكسنت برضو، وانا مش قاصد ان هي اكون اكسنت، بس هو ده اللي هي دي الجات يعني. فاحنا هنغير التعديل، مش هنعملها زي اللي قبلها يعني، برغم انه من السهل علينا احنا نعملها زي اللي قبلها. المهم الفيديو ده احنا هنبتدي بدايه مختلفه شويه. هنقسم الفيديو ده لاربع اجزاء تقريبا. جزء هنتكلم فيه عن التعديل بشكل عام وبنجيب الافكار منين، والجزء الثاني هنتكلم فيه ازاي بننفذ الفكره، ازاي نوصل للشكل النهائي، وجزء تاني هنتكلم عن التفصيل عشان الناس اللي بتسألنا على التفصيل، وجزء تاني الرابع ان شاء الله اللي هو هيبقى الشكل الفينش النهائي للعربية كلها ان شاء الله. ده طبعا هيبقى في اخر الفيديو. بداية كده التعديلات الجديدة عشان اول مرة افتح الفتحة دي في مجدع. وانا بالنسبة بقى لموضوع التعديل دول، ممكن نتكلم الاول ازاي بنجيب الافكار، بنجيب الفكرة جات لي ازاي. انا بحب اشوف اتابع كل الجديد واتفرج على العربيات واكتب يعني. احنا دخلت علينا 2024 اكيد بقى في عربيات جديده، موديلات جديده واشكال جديده وحاجات كده. فابحث عن الفيراري واشوف ايه الجديد عند الفيراري، شكله ايه اللي عامله، ايه الالوان، ايه الاشكال. البورش، انا بقى من عشاق البورش. التعديل اللي معانا النهارده دي بورش باناميرا، عربيه تقريبا من كابيتال 2014 ل 2000 لحد 2022. الكرسي هو نفس الشكل، فيه تعديلات بسيطه. هو الفكره بقى الصياعه كلها ان احنا ناخد الفكره ونعرف نطبقها في عربيه بحجم الفيرنا او الاكسنت او ايا كان نوع العربيه، مش مهم. المهم ان احنا نعدل المقاسات ونوصل بالكرسي للشكل اللي احنا عايزينه، يعني نعمل تعديل جميل مناسب عملي شكله حلو ما يبقاش كبير جوه العربيه. وده هيخليني اقول لكم معلومه مهمه في الكراسي دي. انا هنا عدلت، طولت المخدع شويه عشان اوصل للخمسه، يعني المخدع ده عيلي 5 سم عشان اعمل الفتحه دي. 5 سم دول حسبناهم، ده المخدع وهو ثابت، الكرسي القديم ده المخدع وهو ثابت على جوه تحت اول درجه ليه، احنا فوق 5 سم بس. لازم نهتم بالتفاصيل دي عشان ما احطش كرسي جوه العربيه ولا كبير جدا ويبقى شكله وحش. فبالتالي لازم نهتم بموضوع المقاسات ده، برده عرض الكرسي ما نخليش الكرسي يكبر مننا. لازم التفاصيل الصغيره دي ناخد بالنا منها. انا كنت زي ما قلت لكم ان انا شفت الكراسي البورش دي منزل محمل لها صور كتير، والفكره بقى بتقعد تكبر في دماغي كده لحد ما الاقي كرسي مناسب اعرف اطبق عليه الفكره. اول كرسي عدلته كان برده للبورش، برده كان حد جاب لي صوره كانت عربيه لانسر شارب، وقال لي ينفع تعمل لي الكرسي دون زي ده؟ قلت له ينفع اقرب منه يعني، ما نعملش زيه بالظبط. وبعدين قلت هنخسر ايه؟ ما نجرب. فما تحرمش نفسك من التجربه، جرب. هتستفيد. هتعرف انه ما ينفعش على الاقل يعني، فكر في طريقه ثانيه ازاي ننفذ الشغل بطريقه مختلفه. كانت المشكله اللي بتواجهنا في الاول التكلفه، كنت بشتغل الشغل ده كله بسفنج، والسفنج غالي. لما تيجي تعدل تعديله زي دي كنا بنصرف عليها كتير، لحد ما قابلت الفل ولقيت الفل ولقيت ان الفل بيعمل نفس الشغل بامكانيات ومصاريف اقل بكتير. دي طبعا وعملي، عملي جدا، الفيلم مش بيهبط بسهوله. فلما جالي الراجل باللانسر الشارك جاب لي صوره بورش برده تقريبا كيان، مش عارف بنطق اسمه مظبوط ولا لا. بدات انفذ الصوره، وانا طبعا يعني كل كلامي ده هنزل لكم صور بقى يعني. بدات انفذ الصوره وبعدين طلعت حلوه الحمد لله، بس كانت زي ما قلت العائق كان في التكلفه. بعد كده وصلنا للفيلم، والفيلم خلانا نعمل شغل كتير، عدلنا حاجات كتير، هوندا ولانسر ومش عارف ايه. الفكره ان انت يعني الفكره انا بحس بسعاده، يعني بحس بسعاده كبيره جدا لما بتاخد كرسي بالشكل ده كحيان اخر حاجه ميت وتطلع منه حاجه جميله زي دي. ده بالنسبه لكل العربيات، كرسي اللانسر جميل، كرسي الشارك بس يعني فاضي ما فيهوش اي امكانيات، كرسي الايفو تخلي شكله زي شكل كرسي الايفو بيركب في نفس العربيه. اسهل فكره ممكن تعملها في كرسي اللانسر الشارك، وانا هعمل لكم لانسر شارك قريب ان شاء الله. اللانسر الشارك دي عدلتها 3 أو 4 مرات، ما بين مخدع ثابت ومخدع متحرك ومخدع غاطس وحاجات كتير، عملنا فيها حاجات كتير جدا. انا لما عملت قناه اليوتيوب دي كان نفسي اعمل برنامج كرير لتعديل العربيات كده زي البرامج بتاعت اللي كانت بتيجي على الام سي اكشن، برنامج انقاذ السيارات على ناشونال جيوغرافيك. نفسي اعمل برنامج زي ده، ونفسي اعدل عربيات كتير، نفسي يبقى عندي الامكانيه دي ان شاء الله. بمجرد ما ربنا يكرمنا والقناه تكبر شويه هعمل لكم برنامج تعديل رائع ان شاء الله، خصوصا للمشتركين والناس بتوعنا، الناس اللي بتدعم لي. انا نفسي اشكرهم، بس انا اشكرهم على طريقتي، نعمل لهم حاجات كويسه. احنا ما بنفرقش معانا عربيه جديده قديمه، اي حاجه عايز تعدلها هنعدلها ان شاء الله، كل حاجه ليها فكره خاصه بيها. وهنعمل بقى يبقى لما يكون في امكانيه ان شاء الله عز وجل هنصور بشكل احترافي، هنعمل فيديوهات بشكل اعلى من كده، وهنعمل برنامج يشرفنا ان شاء الله. انا ده حلمي باذن الله عز وجل، ومساعدتكم انا عندي يقين في ده ان احنا هنوصل ان شاء الله عز وجل. هسيبكم بقى ونخش بقى في الجزء الثاني، ازاي بنعدل الكراسي وازاي بنبتدي من فكره التعديله من الصفر، ونفضل نقص ونقطع ونصغر لحد ما نوصل لنتيجه مرضيه زي الكرسي ده ان شاء الله. يلا بينا. مبدئيا كده احنا رمينا، انتوا عدينا بالمرحله دي كتير فانا ما صورتهاش المره دي. رمينا وجهزنا، وانتوا عارفين ان ده اساس الشغل، اهم حاجه نصلح الجناب المقطعه دي ونظبطها. انا خلاص المفروض ان انا عندي تخيل الشغلانه، انا عارف انا هعمل ايه،
بس عايز اطبق الفكره. طبعا الكلام ده ما بيجيش من اول مره، فورنا النقد اهو، هنجيب حته دواسه قديمه اي حاجه نعملها اسطمبه. مبدئيا ده تخيل الشغلانه اهو كده كده، المفروض ان انا شايف شكل الكرسي بعد ما اخلصه، بنبص له ونشوفه مقبول، اوكي مفيش مشكله هنشتغل. مش مقبول نفكر، القطعه دي اول ما اشتغلت عليها كانت كبيره، قعدت اصغر وارفع فيها لحد ما وصلنا للشكل ده. هنقول ان دي الخطوه الاولى اللي انا بس عايز اعرف التعديل ده ينفع على الكرسي ده ولا ما ينفعش. مبدئيا ينفع، ايه العائق؟ يبقى العائق الارتفاع والكلام ده. طب هيطول قوي لما يكبر هنعمل فيه ايه؟ هنشوف لما يكبر هنعمل فيه ايه. الخطوه الثانيه انا عاوز اعمل فتحه، فالمفروض ان دي بتمثل حته الصاج، برضه هحطها مكانها كده واشوف الشكل العام عامل ايه. مقبول؟ مقبول، عريض شويه مش مشكله، هنعمل الصاجه كبيره ونبص منها، لكن ما نعملهاش صغيره عشان مش هنعرف نزودها. مبدئيا لو احنا طلعنا بالشكل ده، صبينا استفنج على كده ونزلنا بيه، خدنا الدورانين دول، هيبقى في كرسي شكله محترم. يبقى احنا عملنا اسطمبه دي، ده ممكن نقول تخيل الاولاني للشغلانه. وبعدين حطينا وراها دي اللي هنعمل عليها قطعه الصاج. متفقين ان دي اعرض شويه، كده كده هنقص منها، اعرض واعلى. بسم الله. مبدئيا كده يا شباب هنطلع السنتر. هنقسم الكرسي بالنص كده عشان نعرف نعمل اليمين زي الشمال. هنا برضو مطلعين السنتر في القطعه دي، بس برضو هنأكد عليه تاني. زي ما انتم شايفين الجزئيه دي فيها زياده. احنا بقى متفقين ان احنا نبتدي نصغر في حته الصاجه دي سنه سنه عشان ناخد الشكل اللي احنا عاوزينه اللي هو ده. شايفين فرق قد ايه؟ في زيادات قد ايه؟ انا طبعا رسمت الاول كده دي وقصيت الحته دي وعملت عليها الاسطمبه الثالثه السنتر. شايفين حتى بالنظر كده طلعت قد القديم. واحنا كده بنعمل حته صاجه كبيره وبعدين بنقصرها سنه سنه، بنقصرها بايدينا. يعني انا زي ما رسمت اهو حته الصاجه زي ما رسمت طلعت على الاسطمبه. انت لو جربت الشغلانه مليون مره هتوصل لنفس النتيجه، وانت بتقصرها هتقصر وهتصغرها وهتوصل لنفس الارتفاع ونفس الشكل، حتى لو نسيت الاسطمبات دي كلها مش موجوده هترجع تعيد الشغل بنفس الترتيب، هتوصل لنفس النتيجه في كل مره، هتوصل لنفس النتيجه. هنا هنقصها شويه من فوق. احنا متفقين ان احنا مش عايزين الكرسي يعلى اكتر من 5 سم. انا لما اجي الف لو اشتغلت على نفس المقاس ده ولسه هلف عليه فيل كده عشان ندي الوش شكل الدوران، فهيكبر اكتر من 5 سم. هنضطر هنا نقصر من الصاج. احنا بنقص ما بنقصش على الاسطمبه بالظبط. بنخش جوه الاعلام 2 مللي كده ولا حاجه عشان الفيل يبقى بارز، الفيل هو اللي يبقى بارز ما تبقاش الصاجه بارزه من الجنب. بعد ما جهزنا المخدع وصلنا للشكل النهائي، الشكل النهائي للصاج تمام كده. الوش ده هو اللي هنفصل عليه الفيل في الاخر، فهنا اهو الوش بقى ايه معدي بحوالي سنتي اعرض من الصاج. الشغلانه دي احنا زودنا لها الفيل شويه، زودنا ارتفاع الفيل شويه عشان ما نحطش طبقات كتير ونوجع في قلبنا. جبنا فيل 2 سنتي غير السنتي اللي احنا بنشتغل بيه ده، ال 2 سنتي وده السنتي، ده اللي هيديك ده يبقى رقه واحده بس على الوش في الاخر بنظبط بيه الشكل في النهائي الفينش. يا شباب احنا جهزنا الفيل، قلنا هنعمل حتتين 2 سم، كل حته عليها السنتر اهو. اول حته بتبقى مظبوطه او فيها زيادات بسيطه، ثاني حته بتبقى اكبر منها، ثالث حته بتبقى اكبر من الاثنين، عشان في كل مره احنا بنقرب للقالب وبنلزق، عايزين الفيل باللزق يمسك في القالب كده عشان يبقى كله، اسف يبقى كله قطعه واحده.
بسم الله. دي الحته بتاعت الظهر لسه الظهر ما جاش. تمام كده هنعمل دايرين هنا، هنلف الدايرين دول نظبطهم على قبل ما نحط الحته بتاعت الوش. تمام يا رب يكون واضح يا جدعان. انا عملت الحتتين بتوع ده دي طبقه 2 سم طبقه سم واحد. هنعمل بقى الجنبين دول عشان ناخد شكل الفران. بعد كده هنحط الحته بتاعت الوش دي بقى ان شاء الله في الحته معانا. لحد هنا كده يا شباب دي تعديله ممتازه. هنلف الدوران ده ممكن تقفل الكرسي على كده ويبقى شكله تحفه. لحد هنا كده معانا كرسي رائع، بس مش ده اللي في دماغي. اللي في دماغي اقرب الكرسي بقدر الامكان زي الصوره اللي في خيالي، زي كرسي البورشه تمام. اين القلم؟ معلش انا ما خدتش بالي ان الكاميرا مش جايبه البتاع ده كله. هنا عملت اسطمبه صغيره كده وعلمت الدوران الاول بايدي، طلعت عليه اسطمبه لفيت عليه الدوران الثاني وشطبت المجدع ده كده. بعد كده تيجي اهم مرحله، فتحنا الجزئيه دي ولفيناها لجوه. هقول لكم بقى نقسم المجدع ازاي.
وش المجدع ده هي المفروض حته اكتر حته بارزه في المجدع. انا خدتها 15 سم في الاولاني يعني 7.5 7.5 7.5 7.5 15 كده احنا شطفنا الجزئيه دي، شطفنا الجزئيه دي ميل سن الدوران ده. كده بقى اكسنت برش بناميرا وكل واحد ودماغه بقى. كده احنا جاهزين في شويه فينش الزيادات دي. والله العظيم الكرسي ده ميت وكان عايز يترمي في الزباله. وهو ده الممتع في الامر، ان انت بس انا يعني مثلا بقى لنا حوالي 3 ساعات شغل، بعد 3 ساعات شغل يبقى عندك كرسي تحفه. حاجه كده تبقى ان انت عملتها يعني. الطبقه اللي بنديها دي 1 سم بس شده. كده خلصنا الحمد لله. فمعانا كرسي بناميرا بناميرا، يلا بينا. نشطف الحته دي بس عشان لما نيجي نقفل دي مش هتاخد سفنج، هتاخد سفنج كيس ورق عشان دي مش هتاخد سفنج. اتكلم بسرعه معلش، دي مش هتاخد سفنج، الحته دي مش هتاخد سفنج في الكسوه بس في الفرش يعني، فعشان ما يبقاش في عالي واطي فبنمسح الحته دي كده مسحه خفيفه بس كده. احنا كده خلصنا التعديل، نفذنا التصميم كله، وصلنا للشكل النهائي اللي هنفصل عليه. لما نيجي نفصل طبعا هنطلع المقاسات، وان احنا بنبتدي كل الفكره يعني التفصيل والتعديل كله بيبقى فكره، تبتدي تنفذ في الفكره واحده واحده لحد ما توصل للشكل النهائي. فاحنا ان شاء الله هنفصل القطعه اللي في الوش دي هتبقى بالشكل ده، هيبقى فيها سن الدوران كده. الجنب ده هنقسمه حتتين زي ما عملنا في العربيه اللي قبلها. التصميم ده او التفصيله اللي هنحطها للكرسي ده هتبقى عباره عن ايه؟ هو الكرسي هيشتغل كله اسود بختم نبيتي. هنعمل قلم صغير كده، قلم يعني هنحط حته نبيتي في النص هنا، مش الحته العريضه اللي بتبقى 3 سم شكلها مش حلو كده، لا هنحط قلم صغير حته قرابه السنتي هتدي منظر جمالي. طبعا حولنا كراسي لشكل رياضي فلازم نعمل اي حاجه فيها تثبت ان هي كراسي رياضيه. هنعمل قلم نبيتي هنا بس، هو ده الحاجه الوحيده اللي هنعمله في الشغلانه كلها. زي ما قلت هنقسم البرقع ده نصين، ممكن ناخده حته واحده مفيش مشكله زي ما عملت في كراسي اللي كانت اصفر في اسود. بس ده يعني التفصيله دي اجمل للكرسي، شكلها اجمل بكتير لما نشتغل بالطريقه دي، خصوصا ان انا هاخد الوش ده فليه والجناب دي كلها اسود ساده، فليه اللي هو المنقط ده.
فده هيبقى اجمل يعني افضل للشغلانه بكتير، هيبقى هيخلي الشكل الجمالي اروع، خصوصا ان احنا شغالين كله اسود ساده، فالفرق بين الفريق والاسود هيبين المجهود اللي خرج في الشغل. لما بنيجي نحط ديزاين زي دوت او نعمل تفصيله زي دي لازم نفكر نفصلها ازاي الاول عشان ما اعملش حاجه يبقى تفصيلها وتجميعها صعب معايا. فانا دايما بحب في الشغل وفي التفصيل اعمل كل جزء لوحده واجمعه ايه بشكل منفصل كده. يعني الوش هيبقى لوحده، الجناب دي كلها تتجمع، يعني المرجع ده وش المرجع ده يبقى لوحده طالع من هنا كده. وش المرجع ده يبقى لوحده، الكتف ده يبقى لوحده، الكتف ده يبقى فيه سنه دوران هنا، الكتف ده يبقى لوحده. لما نيجي نجمع الحته دي طبعا هنجمع الوش كله في بعضه، الحته دي بعد كده هنجمع فيهم ده، ده هيتجمع كده يلف هنا، ده هيتجمع يلف هنا، بعد كده ناخد الجزئيه دي من السنتر هنعمل سنتر هنا ونلفه كده. طبعا برضو الجزء اللي احنا قطعناه خلينا الجنب ده جزئين، ده بيريح في الشكل وبيخلي المنظر افضل، ما يخليش الشغلانه فيها دفوات، لما بيكون حته واحده برضو في سنه كرماشه بتاع مش عارف ايه، لكن لما تقسم البرقع ده نصين بيسهل عليك وبيخلي الفينش والشكل النهائي اعلى بكتير. احنا كده فنشنا التصميم خلاص، هنبتدي نرفع مقاسات ونفصل ان شاء الله.
كده انا خلصت. انا في العادي بطبق اليمين على الشمال، انا فصلت الجنب ده كده، اطلع سنتر واطبق اليمين على الشمال وكده يبقى على ايه اهو. انا لو جبت الجنب ده على الجنب ده اوريكم اشتغل عملي على طول، بقى على المعامله. نحط الشفه دي على الشفه دي او الطرف ده على الطرف ده، خلاص يدينا اليمين زي الشمال.
نفس الكلام هننفذه هنا، نطلع سنتر. انا علمت اول بدايه الحرف الثاني اهو، نطبق ده على ده هيطلع معانا المقاس بالظبط. انا ليه بعمل كده؟ بعمل كده عشان لو انا الفيل اللي انا صبه ده في جنب اكبر من جنب، خلاص احنا اتفقنا ان ده مظبوط، وبعد اشتغل عليه هنطلع الاثنين عليه بالعافيه، لازم يطلع اليمين زي الشمال. عشان كده انا بعمل بفصل جنب واقلب عليه الثاني على طول. الفتحه دي مش هنفتحها غير في الاخر، هنعمل حساب المط والتجميع، وان دي ممكن تطلع لفوق لا تنزل لتحت، هنعمل حساب القصه دي كلها. فاحنا هنفتح دي بعد ما نجمع المرجع، هنلبس المرجع كده ونفتح الفتحه دي على ابوها عشان يطلع مقاس السنتر. تمام. دي الجلسه بعد ما خلصت الشباب، اتمنى ان هي تكون واضحه. انا في الفيديو ده حاولت اجاوب على كل الاسئله اللي بعتت لي في الفيديو ده. ان شاء الله عز وجل ربنا ينفعنا وينفعكم بالفيديو ده باذن الله. اللي محتاج حاجه يكلمني، واللي يعمل حاجه كويسه ويا ريت يشاركها معايا ويفرحني. ان شاء الله عز وجل الفيديو ده يبقى مرجع ليكم، كل ما تحتاجوا حاجه هترجعوا ان شاء الله، لان انا وثقت كل خطوه في الفيديو ده. اشوفكم على خير بقى ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.